أشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه وجهوده من أجل الشعب الفلسطيني في غزة. وخلال افتتاحه جناح مصر في الدورة الحالية لمعرض فنزويلا الدولي للكتاب 2023، أكد مادورو أنه وكافة أفراد الشعب الفنزويلي يقدمون كل الدعم من أجل نصرة العدل وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية. Todo mi apoyo y todo el apoyo.